أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. بداية أرفع أسمى آيات التهاني والتبريك لمقام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، بذكرى ولادته الطيبة والتي تعد فرحا لقلوبنا وفرحا لقلبه الطاهر، كما وأبارك أيضا إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة الأطهار وإلى عموم المؤمنين والمؤمنات وخصوصا مراجعنا الكرام، وإليكم أيها الحفل الكريم. دعونا نتحدث حول موضوع يرتبط بفقه الانتظار. كيف لنا أن نفهم الانتظار فهما صحيحا؟ هناك روايات تتحدث فتقول أن انتظار الفرج أفضل الأعمال، وكذلك انتظار الفرج أفضل العبادات، فكيف يكون الانتظار بهذا الوصف الروائي الراقي والذي يتضمن أنه عبادة راقية عالية مقدرة من قبل المولى عز وجل، بل وتوصف بالأفضلية والتفوق على سائر العبادات؟ فدعونا نوضح هذا المفهوم لنصل إلى فقه جيد، فهم جيد لمعنى الانتظار. الانتظار أيها الأحبة بمعنى الترقب، فإنك عندما تقول أني أنتظر أي أني أترقب شيئا، وهنا الترقب للفرج، انتظار الفرج أفضل أعمال أمتي. ومثل هذا التعبير يعطي أن الإنسان كأنما قد انسدت عليه الأبواب، وقد أغلقت أبواب الفرج عليه، وهو في حالة من الترقب إلى ذلك الفرج. فإن التعبير بانتظار الفرج يعني حالة من الترقب. ومتى يترقب الإنسان الفرج؟ من كان في فرج لا يترقب الفرج، صحيح لو لا؟ يعني الإنسان اللي في حالة من السعة، السرور، الفرح، الانبساط، النعيم، الطاعة لله، فإنه في فرج وليس في حالة انتظار للفرج. المنتظر للفرج هو الإنسان الذي يعيش نوعا من الضيق، نوعا من انسداد للأبواب، إلا فرجا يرجوه من الله سبحانه وتعالى. وهنا السر في كون انتظار الفرج أفضل الأعمال. ليش؟ هنا المولى انطلاقا من الآية التي قرأت على مسامعنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص
من الأموال والأنفس والثمرات. ثم يقول المولى عز وجل: وبشر الصابرين، أي أن الإنسان المؤمن يعيش حالة من البلاء المستمر في هذه الدنيا، في هذه الحياة، بلاء بعده بلاء، تجد صفو حياتك في جنبة من الجنبات يتعكر، تجدها في تفصيل من التفاصيل، يعيش نوعا من الضيق، نوعا من الانسداد. وهنا إذا انسدت الأبواب يكون إيمانك على المحك، إيمانك في يدك، أما يضيع أو تمسك عليه. شلون يعني إيماني في يدي؟ لأن شلون تتعامل مع هذا البلاء وهذا الابتلاء؟ مو سنة أو سنتين ربما يدوم، يعيش معك 8 7 سنوات أكثر من هذا، بل أناس يعيشون في بلاء مستمر. شلون أتعامل مع هذا البلاء؟ شلون أعيش ويا هذا الابتلاء؟ بعض يعيش حالة من القنوط والرافض إلى الابتلاء والبلاء، يقول لا، ليش الله سبحانه وتعالى إلا بلاني أنا؟ ولكن هناك أناس وكأنما ينظرون إلى بصيص من الأمل والضوء الذي ينفذ من فتحة هي فتحة انتظار الفرج، انتظار الفرج بظهور قائم آل بيت محمد. ولذلك المولى عز وجل يتحدث عن هذه الفئة فيقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فئة من الناس يعيشون حالة وظرفا من الاستضعاف، ظرفا من الاضطهاد، وضعا من الابتلاء المتعدد في جنبات متعددة، إلا أنهم رغم ذلك يعيشون تفاؤلا، يعيشون الأمل. أي أمل هذا أيها الأحبة؟ الأمل الأعظم بظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. فالانتظار يسير على وفق هذه المنظومة، أنك عندما تنتظر أنت تعيش أملا، تعيش ترقبا لظهور الأمل الإلهي، وهذا الأمل الإلهي الذي يخلصك من آلامك، يخلص البشرية من آلامها، يسير بهم على الهدى والاستقامة. إذا فهمنا فهما جيدا إلى معنى الانتظار بهذا المعنى، ننتقل إلى ما يجب أن يؤثر الانتظار، أن يؤثره على الإنسان المؤمن والمسلم. شلون نتعامل مع الانتظار؟ الانتظار أيها الأحبة حالة من الترقب، تقاعد تترقب ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. وانت لما تترقب ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، يجب أن تفهم بأن هناك حالة من الرقابة يجب أن تعيشها. وما معنى هذه الرقابة؟ أنت تؤمن بوجود الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، ومن وظائف الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف هو عرض العمل عليه. أعمالنا تعرض على الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وكيف ذلك؟ نقرأ كذلك في ضمن القرآن الكريم ما يدل على عرض العمل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا رواية تدلل على عرض العمل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مروية
عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الأعمال لكانت تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه لكان يسوءه أن ينظر إلى بعض أعمالكم. يعني شوف الرواية تعبر فتقول بأن بعض الأعمال التي تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما ينظر إلى تلك الأعمال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى أعمال سيئة مليئة بالعصيان لله عز وجل، ولذلك مثل تلك الأعمال يستاء منها النبي الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم أن أعمالكم لتعرض علينا، يعني تعرض على الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني أعمالنا أيها الأحبة بمنطلق العرض يجب أن نراقبها، يجب علينا أن نسعى لأن تكون أعمالنا من الأعمال التي تفرح الإمام الحج المنتظر عجل الله فرجه الشريف. أعمالنا تعرض بانتظام على الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، بل رواية لطيفة تعبر عن أن الإمام ليحضر مجالسنا ويشاركنا في أفراحنا وفي أتراحنا. يعني مشاركة من قبل الإمام سلام الله عليه، تقول شنو طبيعة المشاركة وشلون الإمام يتمكن أن يشارك في كل هذه المجالس ويحضر كل هالمجالس المتعددة؟ يعني يقول أنت الآن مثلا عندك بث مباشر عدل لولا، وهذا البث المباشر يصل إلى ما شاء الله من الخلق. أنت يعني تستصعب على القدرة الإلهية أن تجعل مثل هذه الأفراح كما والأحزان تعرض على الإمام، ويكون للإمام نوع من الحضور ولو سريعا في تلك الأفراح وفي تلك الأحزان. فيقول: إنا لنحضر أفراحكم وأتراحكم، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. يعني كل الأخبار تصل إلى الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فهنا روايات العرض أيها الأحبة تضعنا في فقه آخر وفهم آخر للانتظار. شنو هذا الفقه؟ هو أنك كما تجعل المولى عز وجل، الله عز وجل المراقب الأعلى، يجب أن تجعل من تحت المولى عز وجل مراقبا آخر إلى أعمالك، هو الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. يعني الآن أي عمل تقوم به يعرض على الإمام، وأسألكم وأسأل نفسي قبل ذلك: هل أعمالنا من الأعمال التي تفرح قلب الإمام، ترخل عليه فرحا سرورا، أو أن مثل هذه الأعمال لا يسوء ولا يستاء منها الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف؟ يحتاج إلى نوع من المحاسبة الذاتية إلى كل هذه الأعمال، سواء الأعمال الفردية أو الأعمال الجماعية، من الاحتفالات وغير الاحتفالات، من الإحياءات المتنوعة وغير ذلك. هل فعلا مثل هذه الأمور تدخل الفرح والسرور على قلب إمامنا المنتظر عجل الله فرجه الشريف أم لا؟ ولذلك هنا نصل إلى نقطة أخرى ترتبط بوظيفة المنتظر. عندما يفهم أن الانتظار علاقة مع من أنت منتظر إياه، الانتظار يعني أن تترقب قدوم الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف في أي سنة، هل أنت مستعد فعلا لظهور الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف أم لا؟ بعض الروايات مو تتحدث عن الناس وعن العوام،
وعن الأناس العاديين، بل تتحدث عن بعض العلماء فتقول أن الإمام إذا ظهر فإنه يصطدم بجمع من العلماء بحيث يخوض نوع من الحروب أو نوع من الصدام مع كتلة كبيرة من العلماء. لما؟ لفقد التهيئة والاستعداد. الاستعداد أيها الأحبة لا يعني توافر فقط منظومة فكرية، ما يعني فقط أن الإنسان يكون عنده ثقافة فكرية معرفية. الثقافة الفكرية والمعرفية أمر مهم جدا لا غنى عنه، لكن بجوار الثقافة الفكرية والمعرفية لازم يصير عندنا تطبيق عملي، لازم يصير عندنا سلوك وسير عملي على خطى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما نستفيد لا من عالم يتوافر على علم ومعرفة ولكنه في مقام العمل متهتك، ولا من إنسان ملازم إلى العبادة ولكن عنده خواء فكري وثقافي، بل لابد من جمع الأمرين معا، أن تجتمع لديك المعرفة والعلم، وأن يجتمع بجوار العلم والمعرفة كذلك عمل وسلوك وسير على طبق تعاليم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك بعض العلماء يفسر فيقول أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ليس هو الذي ننتظره، ليس من نحن ننتظر الإمام الحجة، وإلا الإمام الحجة كامل الاستعداد، عنده كل الاستعداد والمقومات، تهيأ، عنده الكفاءة القيادية إلى قيادة الأمة وإصلاح هذا العالم ككل. في الواقع الإمام الحجة ينتظرنا لنتهيأ إلى ظهوره، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إذا تهيأ الناس إلى ظهور الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف، عند ذلك يخرج الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. يعني أنت لما تجي تفسر ليش طالت الغيبة، ليش صار في طول في الغيبة، بعض المفسرين يقول كسيد الصدر رحمة الله عليه، يقول جانب أول يرتبط بالتهيؤ عند القيادة، يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يضفي كثيرا من التهيؤ والاستعداد عند إمامكم، عند الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. يعني الإمام مو كامل، لا الإمام كامل، ولكنه يزداد كمالا يوما بعد يوم، وإنا لنزداد في كل ليلة جمعة، ازدياد معرفي إيماني سلوكي كمالي إلى آخره، وليس انتقالا من نقص إلى كمال، وإنما انتقالا من كمال إلى كمال. ويقول في تقريب فكرته سيد الصدر رحمة الله عليه، يقول أن الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف في طول حياته قد عاصر الكثير من الدول والكثير من الشعوب والحضارات، فتوافرت لديه جملة من المعارف التجريبية التي يستطيع أن يبني عليها دولته. هذا الاستعداد من قبل الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف، ولكن بجوار هذا الاستعداد أيها الأحبة لابد أن يعيش المؤمنون في الطرف الآخر استعدادا موازيا لاستعداد الإمام سلام الله عليه. وكيف يعيشون هذا الاستعداد؟ يعيشون هذا الاستعداد من خلال توافرهم على شروط نصرة الإمام المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، يعني من خلال التقوى والعلم والمعرفة والهدى والاستقامة والطاعة لله سبحانه وتعالى. عند ذلك يظهر الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، لا يظهر إلا بعد استعداد الأمة، كل الأمة لظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. تقرأ في بعض الروايات
أن ما حدث مع الإمام الحسين أخر ظهور الإمام الحجة. وش العلاقة؟ أخر ظهور الإمام الحجة يعني شنو؟ يعني ما حدث مع الإمام الحسين عليه السلام من خذلان الأمة له جعل المولى عز وجل يؤخر ظهور الإمام الحجة. ليش؟ لأنه إن أظهره قبل ذلك لاغتاله ولتعرض إلى ذات الخذلان الذي تعرض له جده الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك نقول بأن تهيئ الأمة وأن تفقه معنى الانتظار فقها صحيحا من خلال إعمال الرقابة للإمام الحج عجل الله فرجه الشريف، ومن خلال طي مراتب الكمال والاستعداد الروحي والسلوك المعرفي لظهور الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف، عند ذلك نتوافر على شرط ظهور صاحب العصر والزمان. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أسأل الله لي ولكم حسن العاقبة وحسن الخاتمة، وأن نكون من أنصار الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله الطاهرين.